بالوقت اللي عم تتخبط أزمات لبنان السياسية والاقتصادية بالمجهول، وطت وكالة موديز بآخر تقرير إلى تصنيف الائتماني للبنان، وقالت أنه استمرار التأخير بتشكيل الحكومة حيزيد الضغط على السيولة بلبنان. فشو بيعني هالتخفيض؟ معناتها أنه لبنان ما بيعود في يقترض مثل ما كان يقترض بالماضي. كثير الناس اللي بدها تدين لبنان تتردد أكثر، ولحتى تدين لبنان بدها تطلب فوائد أعلى، يعني بتصير كلفة الاقتراض أعلى، ويعني بتصير أنه لبنان دولي أقل رغبة، أقل مرغوب فيها في الأسواق المالية، وهذا مش منيح. إلا أنه الوكالة عدلت النظرة المستقبلية للبنان من سلبية لمستقرة، وتوقعت بالوقت نفسه أنه يتخلف عن تسديد ديونه. هالتناقض بيخلينا نسأل إذا كانت الوكالة عم تعتمد على تحليل اقتصادي عميق لتعمل تصنيفاتها، أو عم تكتفي بنظرة للوضع السياسي العام للبلد اللي بتصنفه. أكيد في تناقض، ما تشكرت الحكومة، هذا الشيء اللي هن مركزين عليه. هذا الشيء لوحده منه كافي لحتى تنزلي بلد من بالتقييم تبعه. وبالتالي موديز وغير موديز من الشركات اللي بتقيم، يعني فيتش وستاندرد اند بوز والآخري، عملوا بالماضي أخطاء كبيرة بال 2008 بالأزمة، يعني قيموا دول تقييم كبير وطلعت كارثة، قيموا شركات تقييم كبير وطلعت كارثة. أنا برأيي تقييمهم لازم نتسمع عليه، بس يعني ما ناخده إذا بدك بأقصى درجات الجدية. هني بيعملوا فورمول أريتماتيك أو ماتماتيك تطلع النتيجة، مش هيك الأمور بتصير. الوضع المالي اللبناني يعني هالقد تعسر يعني خلال الأشهر الماضية، مش مضبوط. هالكلام أكده وزير المال بحكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، اللي قال أنه بالرغم من التقرير الوضع المالي والنقدي بعده محافظ على استقراره، واحتياجات الخزينة مأمنة وقادرة أنه توفي بكل الالتزامات وخصوصي ديون، واكتتاب قطر بسندات الخزينة بعزز الثقة بلبنان. ولكن خليل قال أنه تقرير موديز بيأكد ضرورة أنه نسرع بتشكيل الحكومة، فلأي متى حيضل لبنان قادر يحيد وضعه المالي والنقدي عن تأزم أوضاعه السياسية؟ ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك.